السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من سلام كل بيسمعني. تلخيص نص السلم في الإسلام. أنشطة التطبيق، صفحة 17 في كتاب المرشد في اللغة العربية. نص السلم في الإسلام: لقد أقر علماء القانون الدولي قوانين تنظيم العلاقات الدولية في حالتي الحرب والسلم، تبادل الخبرات والمنافع، وهذا ما سعى إليه الإسلام، حيث أنه أزال من قلوب معتنقيه كل تعصب ضد أتباع الديانات الأخرى، وأمر الإسلام المسلمين معاملة غيرهم بالعدل والحسنى، كما حرص على إشاعة السلم بين الناس. فمن جهة جعل الإسلام تحية يتبادلونها فيما بينهم، ومن جهة أخرى أوجب ذكرها عقب كل صلاة. لقد أقر علماء القانون الدولي قوانين تنظم العلاقات الدولية في حالتي الحرب والسلم، تبادل الخبرات والمنافع، وهذا ما سعى إليه الإسلام، حيث أنه أزال من قلوب معتنقيه كل تعصب ضد اتباع الديانات الأخرى، أمر الإسلام المسلمين معاملة غيرهم بالعدل والحسنى، كما حرص على إشاعة السلم بين الناس. فمن جهة جعل الإسلام تحية يتبادلونها فيما بينهم، من جهة أخرى أوجب ذكرها عقب كل صلاة. تلخيص نص السلم في الإسلام وأنشطة التطبيق. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.